حفلة زفاف من عالم آخر. شهدت بلدة بيت عور التحتة في دولة فلسطين المحتلة إقامة حفل زفاف اتوصف من كل وسائل الإعلام العربية والعالمية بأنه الأكبر والأضخم في تاريخ الشرق الأوسط، وده بعد ما تنظمت حفلة الزفاف على قطعة أرض بمساحة 38 دونما، يعني تقريبا 38 ألف متر مربع. مش كده وبس، ده كمان تخطى عدد الضيوف والمعازيم لأكثر من 60 ألف شخص. شارك في إحياء الفقرات الفنية لحفلة الزفاف 6 فنانين، من بينهم الفنان الأردني الشهير عمر العبدلات، وطبعا بذخ كرم الضيافة كان باين جدا في الحفلة دي، وده وقت ما تم ذبح أكتر من 450 خروف وتقديم أكتر من 6 طن فاكهة، بخلاف توزيع 5000 شيشة لزوم الروقان وطن ونص شاورما وطن حلويات ومقبلات. الحفلة الأسطورية دي كمان تضمن برنامجها عدد من الفعاليات في أرض منفصلة جنب أرض الحفلة خاصة للأطفال أبناء الحضور والمعازيم، ونظم الحفل الخيالي ده أكتر من 300 فرد أمن متخصصين في تنظيم الحفلات الكبرى. وطبعا هنيجي للسؤال الأهم اللي كلكم عايزين تعرفوا إجابته، هو الفرح ده تكلف كام؟ الحقيقة إنه وفقا للمعلومات المتاحة قيمة تنظيم حفلة الزفاف دي تجاوزت ال 2 مليون دولار أمريكي، وده طبعا لأن والد العريس هو رجل الأعمال الشهير طارق النتشة، صاحب سلسلة محطات الهدى للغاز والبنزين في فلسطين، وبيمتلك عدد كبير جدا من الشركات المتخصصة في مجال البترول وغيرها من المجالات التانية.